وصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هتبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر راطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفي فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد خفيفة مساء على مناطق من اسكندرية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة الأمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو، خصوصا أن في عدم استقرار في الأحوال الجوية وكلام كده عن ارتفاع درجات الحرارة وأمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال وأتربة، ظواهر كتير جدا، عاوزين نعرف تفاصيلها. هو بالفعل يمكن نبدا من اليوم هتبدا تاثر علينا امتداد منخفض جوي موجود في غرب البلاد، ويمكن ده بقايا العاصفه دانيال المؤثره على السواحل الليبيه. بمجرد دخولها على الارض هتبدا قوتها تقل، ويبدا تحول لمنخفض جوي. منخفض جوي هيكون متعمق بشكل كبير في غرب البلاد، وايضا يتزامن معه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعملوا على بدايه من حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه. تبدا الاول على محافظه مطروح بالامطار المتوسطه الى الغزيره والرعديه على سيوه والسلوم ومطروح، ممكن كمان بعض المناطق من الضبعه والعلمين بتقدم يعني ساعات اليوم، وتبدا خلال فتره المساء فرص امطار على بعض الاماكن من الاسكندريه، وهي امطار ما بين الخفيفه قد تكون متوسطه احيانا، بالاضافه كمان مع سرعات الرياح اللي هتكون عاليه اليوم في الصحراء الغربيه، لان متوقع اليوم سرعات رياح على المناطق الغربيه ما بين 30 ل 50 كيلو متر على الساعه، هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه خاصه في المناطق الغربيه، الصحراء الغربيه، بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه، وده بدور ممكن يؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. ايضا الاتربه والرمال المثاره هتمتد كمان لبعض المناطق من القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال الصعيد ومدن القناه، وممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. بالاضافه كمان ما زلنا اليوم بنتاثر بالكتل الهوائيه الجنوبيه، فما زلنا اليوم في ارتفاع في درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 37 درجه مئويه خلال فتره النهار، فما زالت الاجواء خلال فتره النهار في معظم الانحاء أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، أجواء حرارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لفترة النهار. طيب بالنسبة للأمطار والرياح المحملة برمال وأتربة، هل هتأثر على أعمالنا اليومية ولا هتكون خفيفة نقدر نتعامل معاها على مدار اليوم؟ في المناطق الداخلية مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، يفضل بس وإحنا خارجين نرتدي الكمامات، لكن ممكن تأثر في المنطقة الغربية يعني الصحراء الغربية ومحافظة مطروح، ممكن تأثر بتدهور وانخفاض رؤية أفقية، فممكن تأثر على بعض الأعمال الأنشطة اليومية، فلازم نكون حذرين بشكل كبير. الأمطار برضو اللي هتبقى موجودة، خلينا بس الأول نأكد إن الأمطار اللي هتبقى موجودة في محافظة مطروح هتبقى أقل حدة وأقل بكتير من اللي بتحصل في ليبيا، لأن ليبيا طبعا هي المتأثرة بشكل كبير بالعاصفة دانيال، أمطار غزيرة، فيضانات في الشوارع وسيول، لكن احنا عندنا هنتأثر بامتداد المنخفض الجوي أو بقايا العاصفة، فهتبقى تأثيرها ضعيف جدا، يعني هيكون علينا هيكون في أمطار موجودة في أقصى غرب البلاد، لكن أقل بكتير من اللي بتحصل في ليبيا أو اللي حصلت في اليونان، فما نقلقش، لكن ناخد حذرنا بشكل كبير، وأهمها إن احنا لازم تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء تجمع الأمطار أو وجود الأمطار أو أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، وده في المنطقة الغربية. طيب بقايا تأثير العاصفة دانيال علينا في مصر مكمل معانا كام يوم؟ يعني النهاردة وبكرة مثلا كمان ولا أكتر من كده؟ لا، هي ان شاء الله متوقع ان حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه هي اللي بدات في غرب البلاد تكمل معانا الثلاث والاربع، وتبدا تاثر على المناطق الداخليه، لكن هتاثر على المناطق الداخليه بزياده فرص الامطار على المناطق الساحليه، فاحنا متوقعين غدا الثلاث ان شاء الله استمرار فرص الامطار المتفاوته الشده في معظم محافظات شمال البلاد، السواحل الشماليه، الوجه البحري، تتصل كمان الامطار غدا للقاهره الكبرى، لكن كميات الامطار مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه في القاهره الكبرى او الوجه البحري، هي كميتها طبعا هتزيد على المناطق الساحليه، كمان طبعا هيكون في انخفاض في درجات الحراره
عن اليوم بمعدل 3 لـ4 درجات، ان متوقع غدا ان شاء الله العظمى على القاهره الكبرى ما بين 33 ل 34 درجه مئويه، ويبدا المنخفض الجوي يتحرك باتجاه المناطق الشرقيه مع يوم الاربع، فتبدا كميات الامطار تقل في المنطقه الغربيه وتزيد في بعض المناطق من مدن القناه او سواحلنا الشماليه الشرقيه، ومع يوم الخميس ان شاء الله يتلاشى تاثير المنخفض الجوي تماما، ونبدا نشعر بالاستقرار والتحسن في الاحوال الجويه مع استمرار تحسن درجات الحراره. ونأكد برضو كمان ان اليوم ان شاء الله مش هنشعر بتقلبات جويه بشكل كبير في المناطق الداخليه في معظم محافظات الجمهوريه، فقط المنطقه الغربيه او اقصى غرب البلاد في محافظه مطروح هي المعنيه باكثر بالتقلبات الجويه وحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. مشكورك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 37 والصغرى 27، العاصمه الاداريه 37 26، اسكندريه 33 25، العالمين الجديده 33 24، مطروح 32 25، دمياط 35 25، بورسعيد 36 25، الاسماعيليه 40 25. السويس العظمى فيها 39 والصغرى 26، العريش 36 26، كاترين 31 17، طابة 36 26، حلايب 36 29، شلاتين 41 30، شرم الشيخ 40 30، الغردقة 39 30. هنروح للفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 26، بني سويف 37 25، الوادي الجديد 42 26، أسيوط 39 25، سوهاج 40 27، قنا 44 28، الأقصر 43 26، وأخيرا أسوان العظمى فيها 43 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة وأحمد نكمل معهم بقية فقرات. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول طبعا للدكتورة منار غانم.